السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم راح نتكلموا على موضوع استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات. كنا نعرف أنه وزير الصناعة السابق فرحات أيت علي إبراهيم كان جمد قانون استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، وقال لك ما هوش في صالح المواطن البسيط، والسيارة الأقل من 3 سنوات هي سيارات غالية مقارنة مع الأسعار السيارات الجديدة. اليوم رانا نشوفوا قانون المالية التكميلي لسنة 2021، راه عاود اتطرق إلى قانون استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، والمسودة تاع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 جاءت بمجموعة من النقاط، من بين النقاط استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، وراح نلخص لكم أهم النقاط حول الموضوع هذا. النقطة الأولى من بين الاقتراحات أنه طالبوا بفصل استيراد السيارات المستعملة عن السيارات الجديدة. ما معنى هذا الكلام؟ معناتها يديروا قانون خاص بالسيارات المستعملة من حيث الأشخاص اللي راح يسمحوا لهم باش يستوردوا سيارات، كذلك من ناحية الجمارك، وكذلك التيفية والرسوم والضرائب اللي يدفعوها على استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات. هذه النقطة الأولى. الآن نحكيكم على نقطة جد مهمة في هذا المقترح ولا البريو هذا تاع قانون مالية التكميلي سنة 2021. رانا مقبلين على انتخابات خاصة بالبرلمانيين إن شاء الله يوم 12 جوان 2021. بعد انتخاب البرلمانيين في جوان سنة 2021، هنا يعرض هذا قانون المالية التكميلي لسنة 2021 على نواب البرلمان. نواب البرلمان هما اللي راح يصادقوا على جميع النقاط المذكورة في قانون المالية التكميلي سنة 2021. من بين هذه النقاط هو استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات. معناتها إذا وافق البرلمانيين على استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، راح نشوف استيراد السيارات إن شاء الله يجسد في أرض الواقع بمجرد صدور قانون المالية التكميلي في دفتر، عفوا، في الجريدة الرسمية. راح نشوفوا السيارات المستعملة تبدأ تدخل إلى أراضي الوطن. معناتها قانون استيراد السيارات المستعملة يبقى مجرد اقتراح، ممكن يقبل من طرف البرلمانيين وممكن ما يقبلوهش في البرلمان. الآن نتحدث على نقطة مهمة أخرى، واللي هي الشركات الفرنسية. كما راكم شفتوا كاين ناس راهي تكتب عودة الشركات الفرنسية إلى نشاطها لتصنيع السيارات في الجزائر. شركات فرنسية بيجو، رونو، سيتروين إلى آخره، هذه الشركات اللي تعرفهم. ماهوش شركات فرنسية فقط، ممكن كاين حتى شركات أخرى راح تولي تستثمر في الجزائر. وش علاقة قانون المالية التكميلي بالشركات الفرنسية؟ وقت تفهموا علاش. كاين نقطة مهمة جدا في قانون المالية التكميلي راح يراجعوها، اللي هي كذلك اقترحوها باش يراجعوها، اللي هي قاعدة الاستثمار، والتي تنص على 51% 49%. ما معنى هذه القاعدة؟ معناتها المستثمر الأجنبي انهار اللي يجي إلى الجزائر باش يستثمر، سواء في الصناعة، في أي مجال حب يستثمر هنا فيه في الجزائر، الدولة هنا تكزيجي عليه ولا تلزمه باش 51 من الأرباح تاعو اللي يجنيها في الجزائر يمدها للدولة الجزائرية، 49% تروح للمستثمر الأجنبي. هذه النقطة الأولى، 49% 51% كذلك. وش معناتها؟ معناتها أنه الدولة الجزائرية لها الحق في سلطة القرار، ولا بوفوار دو ديسيزيون، معناتها القرارات اللي تتعلق بالشركة لازم الجزائر هي اللي توافق عليها باش يمشوا في القرار هذيك، لأنه يمتلك 51% في الإدارة.
معناتها اذا ما وافقش على المشروع هذاك ما راهوش راح يجوز. هذه هي قاعده 49 51، واش معناتها؟ وهي قاعده طبيعه الحال منفره للمستثمرين. المستثمرين ما يحبوش يجوا يستثمروا عندك في الجزائر بسبب هذه القاعده. والشركات والعلامات الفرنسيه أعلنت عن رفضها لمبدأ هذه القاعدة، وقال لك من المستحيل احنا نجو نصنعوا مثلا في مجال السيارات، نجو نصنعوا سيارات و 51% من الأرباح تاعنا اللي نجنيوها من صناعة السيارات تروح للدولة الجزائرية، والشركات الفرنسية يدوا فقط 49% فقط. معناتها إذا تم مراجعة هذه القاعدة في البرلمان وفي قانون المكانية التكميلي لسنة 2021 ووافقوا عليه، هنا ممكن راح نشوفوا العلامات الفرنسية إن شاء الله في الجزائر. كذلك قاعدة 49-51، كاين الناس يقول لك من حق الدولة الجزائرية تدي 51%، هنا خلوا هذه القاعدة تكزيستي فقط في المشاريع السيادية. وش معناتها المشاريع السيادية؟ معناه الدولة لما تجي شركة مستثمر أجنبي عنده تكنولوجيا مثلا في استخراج البترول، هنا الدولة لازم خليت القاعدة في المجالات هذو لأنه الثروة الطبيعية راهي موجودة في الجزائر وتابعة للجزائر. هنا 51% من الأرباح تاع هذوك تاع الاستخراج تاع الشركة هذوك تاع البترول راح يعود إلى الدولة الجزائرية، 49% يروح للمستثمر الأجنبي. وكذلك مادام الثروة عفوا تاع البلاد لازم تكون سلطة القرار بيد الحكومة الجزائرية، باش هكا ما يصرى حتى تجاوزات كما كان يصرى في الماضي. وإحنا بطبيعة الحال نتمنى ويكون موضوع استيراد السيارات الجديدة هو الأول، لأنه كما تعرفوا الوكلاء يشروا بالطون دوفيسيال ولا السعر الرسمي تاع البنك، موش يشروش بسعر السكوار. لكن السيارات المستعملة والأقل من 3 سنوات راح تخدم فئة معينة، لأنه السعر موش راح يكون بالسعر الرسمي، راح يكون بسعر البنك، راح يكون بسعر السوق السوداء. هذا راح يأثر كذلك على الدوفيز ولا العملة الأجنبية تزيد ترتفع، ولما ترتفع السيارة حقيقة السعر تاعها راح يزيد يرتفع كذلك. ورانا قدمنا أمثلة سابقة بخصوص أسعار السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، هما كون يديروا خيرهم ويمشيوا في الأقل من 5 سنوات، هكذا تكون في صالح المواطن البسيط إن شاء الله. إن شاء الله نكون فتكم من خلال هذا الفيديو ساعة على ساعة، نبدلوا شوية في المواضيع، ما نربطوا مواضيع بالسيارات، وكذلك نشرحوا بعض المواد اللي تكون في السياق. هذا كل ما في فيديو، وإن شاء الله تشتركونا في القناة ولايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم وصحة صوركم.